هكذا بدأ الرئيس السوداني عمر البشير في أول ظهور له وتعليقه عقب موجة المظاهرات التي شهدتها مدن سودانية احتجاجا على قرار رفع الدعم عن المحروقات. البشير وصف ضحايا التظاهرات بأنهم شهداء، وأكد أن وعي الشعب أوقف ما قال إنها مؤامرة كانت تهم بإلحاق البلاد إلى منظومة القتل اليومية، في إشارة لما يجري في بلدان الربيع العربي. تعهدت الحكومة بمعالجة آثار تلك القرارات والتخفيف من وطأتها على ذوي الدخل المحدود، وكذلك التعويض على المتضررين من الفوضى والانفلات خلال المظاهرات. يبدو أن الحكومة السودانية تنفست الصعداء بانخفاض وتيرة التظاهرات الاحتجاجية إن لم تأخذ الظنون بانتهائها تماما، واقع لقراءة سياسية قد تتغير في أي لحظة ما دامت أسباب التظاهر الحقيقية ماثلة حتى اللحظة. هو شعار بطموحات سياسية تنشدها قوى المعارضة التي رأت أن نظام حكم الرئيس البشير فاشلا ويجب إسقاطه عبر ما تسميه بمخطط وطني واع لا بأيد مغامرة. ولأجل ذلك دعا الصادق المهدي زعيم حزب الأمة المعارض إلى تشكيل آلية سياسية من جميع قوى المعارضة تكون مهمتها الإشراف على حراك المتظاهرين في الشارع. الآن ختاما نقترح أن تسمى هذه المظلة الجامعة جبهة الميثاق الوطني، وأن تختار مجموعة عمل من 12 إلى 19 شخص يمثلون طيف قوى النظام الجديد لإدارة العمل المشترك حتى قيام النظام الجديد. فصل جديد من فصول المواجهة السياسية بين الحكومة والمعارضة يبدو أن ملامحه برأي مراقبين بدأت تتشكل على وقع احتمالات الانتقال والاستفادة من سيناريو المزاوجة بين تظاهرات الشارع وضغط المعارضة من جهة، ومحاولات الحكومة للحيلولة دون تحقيق هذا الهدف من جهة أخرى. أعتقد أن السلطة أحست بأن العمل ماشي، لأن حجم الاعتقالات الذي تم بالأمس واليوم شمل كل القوى السياسية. الآن ليست هناك قوة سياسية في السودان ليس لديها معتقلون في السجون، في الخرطوم، في مدني، في نيالة، في القضارف، في كسلة، في بورسودان، في عبرة، في كل مدن السودان. بعيدا عن التوقعات وقراءات المحللين لما هو قادم من سيناريوهات، فإن حالة الاحتقان والرفض جراء قرار رفع الدعم عن المحروقات لا زالت ماثلة على الرغم من انخفاض وتيرة التظاهرات. عبد الباقي العوض، الحرة، الخرطوم.